هلا رح ننتقل لبولين صعب، رئيسة جمعية مارلو، وهي مثل ما ذكرنا جمعية لا تبغي الربح وتهدف إلى مساعدة الأشخاص اللي بيعانوا من صعوبات تعلمية أو عندهم حالات خاصة وهن بحاجة لأخصائيين مثل معالجين النطق وغيرهم. بولين صعب، صباح الخير. ما تقولوا اللي رجعنا. بولين سمعتينا؟ بولين ما بعرف شو المشكلة اليوم، يبدو رح نأجل موضوعنا للتنين. بدي أرجع لك عبدو، أمشي الحال. بولين سمعتيني؟ أنا سمعتك. أوكي يلا خلينا ننطلق ونتكل على الله. مارلو مثل ما عرفت عنا جمعية بتساعد الأشخاص اللي عندهم صعوبات تعلمية، خبرينا أكثر. مارلو كير سنتر هي جمعية لا تبغي الربح، وأهداف تربوية بامتياز. خصصنا أكثر الأشخاص يلي عندهم صعوبات تعلمية أو عندهم حالات مثل الأوتيزم، مثل أي حالات أخرى، وهن بحاجة لأخصائيين للعلاج مثل الأورتوفونيست، البسيكومتريتيان، البسيكولوج. وبتعرف اليوم بظل يعني الأوضاع أكيد الكلفة عالية لهيك العلاجات علاجات، كلفتها صحيح. كثير مرتفعة، الكلفة 100% كلفة العلاج عالية بقى. وبتعرفي الولد هي مش انه واحد سيانس وحده وبتخلص، يعني في جلسات متتاليه. فعم نحاول نخفف على قد ما بنقدر على عاتق الاهل المادي، يعني بناخذ منهم اسعار كثير رمزيه نقدر نساعد هالاهل وهالولاد على قدر المستطاع. شو نشاطكم القريب؟ كأنه عرفت هلأ كمان رح نشوف صور للمعرض، مش صور يعني تحضيرات إذا بدك للمعرض اللي رح يكون ب 30 شهر، خبرينا أكثر. مظبوط، نحن عاملين معرض ببلدية جل الديب ب 30 أيلول لنهار واحد. هيدا المعرض بما أنه نحن دايما هدفنا الأولاد والشباب بالأحرى بالتحديد، يعني كمان هيدا المعرض بيهدف تنطلع هالطاقة اللي موجودة عند الأولاد. هو Art and Craft Exhibition، منن اشخاص بروفيسيونال ابدا، يعني اشخاص عندهم طاقات عندهم مواهب، كل شخص بطريقه معينه، يلي بيعملوا كوليه، يلي بيعملوا بنتور، يلي بيعملوا صابون، يلي بيعملوا حلق، كل حد عنده هالطاقه هيدي وهالموهبه رح بيعرضها وبيفجرها بهالمعرض. هيك عم نحاول انه نبعد شوي هالفئه العمريه من الشباب عن السوشيال ميديا والانستغرام والتيك توك والتليفونات والتابلات كل والكيبورد هاللهوات إذا فينا نقول. وكل هاللهوات. مظبوط، وهن يطلعوا الطاقه اللي عندهم، لان بالحقيقه نتالي بتكتشفي انه عندهم طاقه عن جد مخبايه. بقى نحن عم نحاول انه نطلع لهم اياها ويتعرفوا على بعضهم اكثر، علاقات اجتماعيه، علاقات ثقافيه، يعني في طاقه موجوده بحاجه انه نحن نعمل هالتعاطي هالاندماج الاجتماعي مع بين هالاشخاص تا هن ينبسطوا شوي اكثر ويبعدوا عن السوشيال ميديا بقدر المستطاع. وهون يعني شو بينباع بالمعرض؟ أكيد بيعود ريعه لا لمساعدة الجمعية 100% ريع المعرض كله بيروح للجمعية مساعدة الحالات الخاصة أكيد. هالأشخاص أكيد عم نحكي عن الأهداف التربوية والأشخاص يلي هن بحاجة تعلمية. يعني كمان هون عم نشوف. سوري تفضلي تفضلي. لا بدي أقول لك، هون الصور اللي عم يمرقوا قد ما الأهل كانوا مبسوطين، يعني كل هون الصور اللي عم بتشوفيهم هن الشباب هن عم بيحضرون بالبيت يلي عم بيعملوا الكوكيز، يعني شو الشباب حلو. وصبايا هن ببيوتهم. إذا بقول لك يعني الأهالي عم بيبعتوا لي صور تيقولوا لي بولين هول أولادنا
يلي بليز مامي ما انه ما تحكي معنا، نحن هلا عم نحضر لها المعرض هيدا. يعني هن لانه عندهم في هدف، في ديدلاين، مش انه مثلا عم نشتغل بالهواء. نحن عارفين انه ب 30 الشهر نحن اخذين ستاند، بدنا نكون موجودين من الصبح لعشيه. ويلي بفاجئك اكثر الالتزام والمسؤوليه يلي هن عم بيعيشوها. يعني في ام كانت عم تحكيني، قالت لي ابني ما عم بيتعاطى معي، قال لها مامي بليز عن جد، لانه انا لو ترامب بدي يكون موجود بدي اقدم اكبر عدد من اللوحات يلي بقدر انه اقدمهم. التزام، مسؤوليه، يعني عم بيفاجئونا اولادنا بهالاعمال اللي عم بيقوموا فيها. اكيد. وهلا كمان عم بيمرق صور من المركز، كمان عندك يعني تنوع بالالعاب والنشاطات اللي بتقومي فيها لتنميه قدرات هالولاد. قديش حلوه هالميسيون او هالمهمه اللي عم بتقومي فيها. هو في للحقيقه ايه، لانه في كثير اوقات يعني الولد لما بيجي بيكون ناطر دوره تيفوت لعند الاخصائيه الاورتوفونيست او البسيكولوج او حياه اخصائيه، بدل ما يكون قاعد على التليفون العاب العاب ثقافيه. واكيد بتكون فيها بولين. بدي اقول لك سوري، يعني الانترنت ما عم بيخدمنا. مجهزه تليفون العاب ترفيهيه. أكيد الإنترنت ما عم بيخدمنا كتير، ولكن خلينا نرجع نذكر ب 30 الشهر ببلدية جل الديب، يعني هون في تعاون مع البلدية ساعدتكم. فعلا إيه، أنا للحقيقة بدي أستخدم الفرصة وبدي أشكر البلدية برئيسها وبأعضائها، لأنه بظل يعني هالصعوبات اللي البلد عم فيها عن جد أكيد. يعني كانوا مو عم بيأخروا أبدا، فالحقيقة بدي أشكرهم رئيس وأعضاء. أكيد. ونحن بدورنا من ضمن صوتنا لصوتك ولكل يلي بيمدوا إيدهم لجمعية بتساعد حالات خاصة، من قلك شكرا لك رئيس جمعية مارلو بولين صعب. إن شاء الله بكون عنا لقاءات مقبلة بتكون مسهلة أكثر بالإنترنت. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك.